أنتونيني يتقدم إلى اللاعب نوتشيرينو صاحب هدف المباراة الوحيد إبراهيموفيتش يتقدم ويرسل كرة للأمام، هذه خطيرة، هذه جول، هذه جول، جول ثاني لميلان، هدف ثاني للعائد روبينيو. الأمور الآن، المعنويات الآن لميلان، ميلان الآن يتقدم وميلان يقطع طريقا كبيرا لعودة عودة كبيرة بالفعل. لمسة جميلة، لمسة غاية في الروعة للكبير إبراهيموفيتش، هذا وهو مو مستمتع الآن، هذا وهو لا يعيش أوقات طيبة. الكرة بهذه القدرة الكبيرة، بهذه الصناعة الممتازة، بعد ذلك لن يكون أمام روبينيو إلا، لكن النظرة وين؟ النظرة للأمام إلى روبينيو، يأتي من الخلف ويتقدم للأمام، والكرة بالتالي في الشباك، هدفا ثانيا لميلان مرة أخرى. إبراهيم